بعض الصحفيين عم بيحكوا عن مكافحة الفساد وحكيوا عن مكافحة الفساد بعهدي. بدي الشعب اللبناني وخاصة الجيل الجديد يعرف حقيقة شو صار. أنا كنت قايل بخطاب القسم إذا أقرب شيء لإلي ومرتكب بده يتحول على المحكمة. بعد أسبوع من استلام الرئاسة بيحكيني بالليل الساعة 11 بدي عامل مالي يلي هو مسؤول عن الفساد وبيقول لي ضروري بدي أشوفك. قلت له ما في لزوم، أنا رئيس جمهورية ما بحكي مع القضاة. قال لي لا، بحسب القانون أنت اللي بدك تقري. طلع لعندي الساعة 11 بيقول لي عندك وزير قريب منك بالوزارة اللي قبل مرتكب وثبتت عليه وفينا نبعته على المحكمة العادية بفوت 30 سنة على الحبس، ولكن إذا أنت بدك نبعته على محكمة الرؤساء وهونيكي ما في حدا تحاكم كلهم طلعوا برا. وين بتريد؟ قلت له القانون بيقول اثنين. قال لي لا، بيقول بيروح على المحكمة العادية بس مشانك فينا نبعته لهونيك. قلت له خليك قاعد، تليفون بعيد كان. طلبت الاستاذ عدنان عبدون خيرة القضاة اللي وقتها ما كنت اعرفه. قلت له عندي المدعي عام المالي عم يجرب يشتري رئيس جمهورية، بتقيمه هلا وبتجيب اللي بدك اياه، انا ما عندي حدا تما تفتكر عم بقيمه مشان هيك. تاني يوم القضاة نزيهين بالدولة ببلشوا يقيموا الملفات اللي كانوا تصاير عليهم ضغط انه ما يفتحوها، وببلشوا يستدعوا منهم كتار من الفئة الأولى، منهم وزراء إلى آخره. أنا بحب أقول للشعب اللبناني بأكد لكم مش حاكي بحياتي مع قاضي لهلا ولا باعت حدا تيحكي مع قاضي. كل شي بعرف بالجرايد كيف عم تنفتح القضايا اللي كانوا معتبرين انه فيها اختلاس. من اقرب الناس لالي ومنهم يلي بيشتغلوا معي يعني بالاجهزة الامنية وغيرها انه ما رح يضل عندك صاحب، انت جاي بقوة وبشعبية. قلت له انا مش جاي تاشتغل لشعبيتي، انا نقوني الشعب تاشتغل لالهم، وعهالاساس انا ما بدي ادخل مع حدا، خلي القضاة يشتغلوا شغلهم. نتيجة كانت بعد مضي شهرين بيجي مسؤول كبير كمان بالليل الساعة 11 بيطلب يشوفني، بيقول لي بعدي جاي من سوريا شو كبر قلبي هونيك. قلت له يا ابو جمال فيك تحكي مع اميل، لانه قلنا بالعادي كان ايام الرئيس الهراوي كان ابو جمال يساوي القضايا بين المسؤولين السياسيين. جاوبني انه هيدا قائد جيش ما كنا نقدر نحكي معه، هلا بدنا نحكي معه هو رئيس جمهورية، بيقتنع معك بيعملها، ما بيقتنع ما بيعملها. قال لي انا هلا جاي تطلبها منك، ما عادش في لزوم ولا اطلع لعنجر ولا اطلع على سوريا، تفضل هاي اللائحة. انا قلت ما بيعرفني، مشان هيك يعني معودين كانوا هيك بالماضي. قلت له ليك تأشرح لك، انا بكره رح تشوف، انا ما بدي شيء لإلي، وثائبت انه حظنا كبير اجى رئيس الحص الادمي ما بده شيء لإله. حطوا كلكم السياسيين بايد بعض نوقف الفساد والحساب من هون ورايح. اما اذا قاضي لقيت هلا كذا واحد من عندك من غيرك، انا ما حكيته تيلقطوا، هلا بدك اياني انا احكي معه تيطلعوا من الحبس؟ ما راح اعملها. قال لي لا تؤاخذني، انا افتكرت بدك تساعدني وفل. تاني يوم بلش الهجوم على رئيس الحص، وبعدين بعد مدي بلش الهجوم علي، ونحن ما نرد انه القضاة يعملوا شغله. بين لي فيما بعد
انه الضغط صار كبير كتير على القضاء، منهم من بعض اللبنانيين يلي كانوا معودين على هالشي مع مساعدة بعض السوريين، على اساس هيدي كانت منظومة هن بيقولوا الامن السوري اللبناني، لا كانت منظومة المالية السورية اللبنانية، وعلى اثرها صاروا يطلعون واحد ورا التاني ويقولوا كيدي. نحن ما طلبنا من حدا يلقط حدا تنقله انه بتقيمه من الحبس. المهم هيدي برسم المسؤولين اللي هلا عم بيحاولوا يوقفوا الفساد، يعرفوا انه التاريخ بينعاد، لانه ذات المكنه هلا عم ترجع عن جديد تحكي، وبعد شوي رح تسمع انه كيدي والى اخره وانه سياسي، ويبعثون على المحكمه لرؤساء بمجلس النواب بحسب هذا المدعي عام المالي انه كلهم بيطلعوا براءه. طيب هذا برسم الشعب اللبناني، ولازم يعرف بالرغم اللي عم بيحكوا الصحفيين هيدي ما بيقدروا ينكروها، يقولوا شو من قبل او من بعد انعمل شيء بلبنان انه توقف كان مدخول السلولار للبنان بالسنة 300 مليون دولار، من بعد كل يعني سنتين تقريبا ما ضل في حدا الا ما يحكيني، وما بنسى اخر نهار الكل اجتمعوا انه خلص ما عادش في وقت، ديوان المحاسبة بده عنده بده ياخذ قرار اذا بدنا نجيب حدا مشان تشغيل السلولار، بدها على القليل شي خمسة اشهر، بعد في شهر مجبورين يتمدد تلقائيا، وما حدا كان قايل لي بس باقي شهر. وقتها وقفت، قال لي رئيس الحريري شو بدك تعمل؟ قلت له طالع على باب الوزاره، ما عادهم عايشين الوزراء بيتذكروا. قلت له بدي اقول يا شعب لبنان عم يسرقوكم بقلب مجلس الوزراء. قال لي بدك ايه بنعمله. وقتها قلت له استاذ بوجي الله يرحمه، ما فينا نعمل المراقبه مؤخره؟ قال لي ايه بس بدك قرار مجلس وزراء. قلت له هلا بعدك عم تقول لي انه اللي بدك اياه؟ قال لي مع هذا وكله رئيس الحريري ما راح تقدر لانه شهر ما بكفي. قلت له وقتها جان لوي هلا بتبلش تطلع بالانترنت مين احسن شركات بيشغلوا، بتجيبهم بتحطهم قدام بعض مثل ما كنا نعمل بالجيش بجلسه وحده، اللي بيعطي ارخص شيء بناخذها. على اليوم 27 كل يوم تلفله طلع القرار انه في الشركتين هودي اللي بيستلموها. من بعدها كانوا يعطونا 300 مليون دولار بالسنه، من اول سنه سيعطينا مليار و800، ب 16 سنه من 2003 لهلا هودي ربح للدوله فوق ال 25 مليار، بس برسم الشعب اللبناني يعرف انه بينعمل اصلاح بلبنان. شكرا.